ترتيب في الدوري المحلي وتركيب البشرية وحتى الخبرة، مقياس من هذه المقاييس التي يمكن أن ترشح هذا الفريق على حساب الآخر؟ هو تاريخيا من حيث الألقاب نادي الصفاقسي هو الأفضل صحيح، لكن شفنا في السنوات الأخيرة كيف عانى نادي الصفاقسي من في القارية أيضا يحقق نتائج كما كانت، وهذا أيضا يعود لأيضا لعدم بروز جيل. تكلم هيثم على الجيل اللي أنجب لنا حاتم طرابلسي وسامي طرابلسي والعديد من اللاعبين المميزين، يبقى دائما ومشاكل عدم وجود ملعب قار. نعم، تقل إمكانيات، تقل البنيات التحتية، أكيد يقل أيضا المنتوج المحلي والمنتوج منتوج التكوين. لكن نتمنى أنه في هذه المجموعة اللي سوف يلعب سيمبا، واحد من الأكثر الأندية مؤخرا إمكانيات، سيمبا أصبحت له إمكانيات كبيرة جدا، ولعل حضوره القوي في المنافسات القارية يدل على ذلك. شباب قسطنطين أيضا من الأندية العريقة في الجزائر، ولكن يعتمد كثير على أيضا على المنتوج المحلي، ولكن شفنا في الدوري محقق ثلاث تعادلات، وهذه بداية أقل قوة من الموسم الماضي، لكن التعادل الأخير أمام مولودية الجزائر فهو تعادل ممكن يعطيه دفعة وإمكانيات أنه ممكن المدرب يبني عليها في المستقبل. كل ما نتمناه يكون هناك صراع أكثر مع سيمبا أكثر ما يكون ما بين الفريقين، لأن الفريقين أكيد أمام جمهورهم وأمام في ملعبهم أكيد لازم يفوزوا في مبارياتهم. بعد ذلك التعامل مع مباريات خارج الميدان مهم جدا، إذا خسرت مباريات خارج الميدان فبعد ذلك سوف تجري حول التعويض في ميدانك. عندك ثلاث مباريات في ميدانك لازم تفوز فيهم، بعد ذلك هذه عملية حسابية، بعد ذلك عندك مباريات خارج الميدان ممكن تخسر فيهم واحدة، ممكن تفوز بوحدة وتتعادل في واحدة، تجيب منهم أربع نقاط أنت تأهلت. لذلك فهذه عملية حسابية، لازم كل الأندية يكون أتم التركيز في هذه المباراة. إذا لعبت كل المباريات خارج الميدان وأنت غير جاهز وغير مركز وخسرت هذه المباراة، من الصعب أنك تعوض في الميدان، لأن الأندية الأخرى كلها سوف تريد أن تطيح بك، لأنك أنت فقدت الثقة لأنك خسرت المباريات خارج الميدان، تعبت في السفريات، وإذا تراكم الاثنين تفتقد الثقة والتعب أيضا وتخسر المباريات، فأكيد أنك تسير في دوامة سلبية. حذري من الدوام السلبية التي ممكن أنك تقصيك مبكرا. مع مزيد من ردود الأفعال مشاهدينا